السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسيارات ميتسوبيشي باجيرو، إذا عندك سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2008 وأنت طالع، إذا صالك هذه المشكلة إنه الجير طابق ما يتحرك، فالموضوع سهل يعني، لا تقلق ولا تفكر إنه في كسر أو خراب في الجير، في قطعة بلاستيك صغيرة هنا راح تتغير وترجع الأمور تمام. كل اللي تحتاجه هي المفك هذا سكرو درايفر. إيش تسوي؟ بتنزل الغطاء هذا هنا، تفتح البرغيين هذين المسمارين اللي موجودين هنا، ترفع المقبض هذا. طبعا اذا انت في حاله طوارئ ومو محتاج تتحرك، مجرد تضغط على الانبوب هذا قطعه البلاستيك الابيض وبيتحرك الجير، فبامكانك تسوق السياره وتوصل لاي وجهه انت رايح فيها. قطعة البلاستيك هذه من ميتسوبيشي قيمتها ريال ونص عماني، حوالي 4 دولار أمريكي، راح تتركب في هذا المكان ونرجع هذا هنا نفس الموضع، ونحط البسمارين مكانهم. على كذا خلاص الجير تصلح.